وللحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. أهلا بك سيد رائد. بداية سيد رائد، نلاحظ مسار صعودي لأسعار النفط كما شاهدنا، أو على الأقل يحافظ على مستوياته رغم الحديث عن الزيادة المتوقعة في الانتاج الأمريكي. برأيك ما هو السقف الذي قد تسجله الأسعار، وهل يعكس هذا الأداء نجاح خطة أوبك في 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 دعم الأسعار وفي تقليص المخزونات الاستراتيجية واستيعاب أيضا الزيادة المتوقعة في الانتاج الأمريكي؟ بالتأكيد يعني أسعار النفط مدعومة بارتفاعاتها بعديد من العوامل. إذا عدنا إلى العام الماضي لنلاحظ أنه عندنا كمان أيضا زيادة في الإنتاج، ولكن يعني مقابلها كان في عندنا ارتفاع في الطلب هو المحفز الرئيسي لارتفاعات أسعار النفط، إلى جانب الاتفاق وإلى جانب يعني جهة العرض المعروض النفطي إجمالا. لدينا الاتفاق الذي يدعم يعني المعروض النفطي تجميده عند حدود معينة تدعم ارتفاع أسعار النفط. لدينا الطلب المرتفع والذي هو من المتوقع أن يعود للعام القادم أو هذا العام 2018 أيضا أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات في الطلب، مما يدعم أسعار النفط بالاتجاه الصاعد، إضافة إلى جزئية ضعف الدولار الأمريكي في الفترة الماضية. كل ذلك سند دعم أسعار النفط للارتفاع. ممكن أن نشهد عودة إلى مستويات 70 دولار البرميل، اللي هي مستويات فير ومستويات عادلة وتمثل توازن السوق عند تلك المستويات. نرى أي مؤثرات جديدة في تلك اللحظة. بالتالي هل نستطيع القول بأن الخطة نجحت إلى حد ما؟ إلى درجة كبيرة. نعم، هذا ما نشهده. الإنتاج الأمريكي مثلاً أو التوقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي. هذا ما شاهدناه حقيقة. نعم. عودة أسعار النفط للارتفاع قرابة 60 نعم. دولار للبرميل منذ نعم. أن كان هناك حديث عند مستويات 25 نعم. دولار للبرميل نعم. أن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز أسعار النفط، وحقيقة هذا ما تم فعلياً. كان يجب أن يكون هناك كنترولينج أو تحكم في المعروض النفطي حتى نصل إلى هذه المستويات. نعم. نبقى في الشأن النفطي سيد رائد، كذلك على مستوى المظاهرات في إيران وكذلك وضعية الاقتصاد الفنزويلي، برأيك إلى أي مدى قد تساهم هذه المعطيات في دعم الأسعار كذلك، إضافة للمعطيات التي ذكرتها؟ يعني نعدد أيضا، نضيف التوتر الجيوسياسي إجمالا في العالم، ذلك دائما يدعم أسعار النفط بالاتجاه الصاعد. هذا التوتر كان موجود سابقا لكن لم يكن هناك اتفاق، فلم نرى يعني انعكاسه الواضح على أسعار النفط. الآن كل العوامل التي تدعم أسعار النفط متوافرة وموجودة، وبالتالي تحقيق السعر العادل سواء كان للنفط الأمريكي أو للنفط التقليدي، منتجي النفط التقليدي، هذا سعر مناسب لجميع الأطراف في ظل الظروف الراهنة، والذي يجب أن يكون مرهون بتحسن الطلب وارتفاع معدلات النمو العالمية حتى يكون مثل هذا المستوى مستوى استقرار لأسعار النفط في الفترة الحالية. نعود للنقطة التي ذكرتها وهي تحركات الدولار الأمريكي. لاحظنا اليوم أن الدولار يتحرك بشكل جيد نسبيا أمام بعض العملات الرئيسية. هل برأيك العوامل تشير إلى تحرك صعودي للدولار الأمريكي، وبالتالي هل يخدم الدولار أو صعود الدولار الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة؟ نتحدث عن العام الماضي. أولا، خسر الدولار الأمريكي كمؤشر أمام مسلّة من العملات حوالي 9%. أمام اليورو وحده كانت التراجع بشكل كبير، يعني فوق مستويات 1.4%. إجمالا نحن عم نشوفه 14%. إجمالا نحن عم نرى في أداء الدولار الأمريكي إمكانية تصحيح بعض التراجع والضعف الذي كان فيه بختام العام الماضي، وعودة لبعض الارتفاعات، وذلك ملحوظ لأنه أيضا الانخفاض الشديد في سعر الدولار الأمريكي قد لا يعكس حقيقة وواقع الاقتصاد الأمريكي المتجه إلى تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وفي نفس الوقت ذلك يلبي الجانب المالي أو السياسات المالية التي يتبعها ترامب. بالتالي المحافظة كمؤشر للدولار الأمريكي عند مستويات 93 إلى مستويات 95 قد تكون هي مستهدفات غير مباشرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، وهذا يدعم عودة ارتفاعات بعض الشيء على الدولار الأمريكي على الأقل خلال تعاملات الشهر الحالي.
ننتقل للحديث عن بعض البيانات على مستوى منطقة اليورو، تحديدا على مستوى ألمانيا. هناك شهدت الأسواق نمو الإنتاج الصناعي بحوالي 3.14%. هل يعكس ذلك برأيك مؤشر على مستوى ألمانيا تحديدا ومنطقة اليورو عموما؟ طبعا ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، والتحسن الذي يعني نشهده في الاقتصاد الألماني سوف ينعكس على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل. إجمالا أداء الاقتصاد الأوروبي تحسن في الآونة الأخيرة بفضل السياسات التيسيرية والحزمة التحفيزية التي كان واضح أدائها وأثرها في الأسواق، وبالتحديد البيانات التي تدرس الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية إجمالا كان مجملها بقراءات إيجابية من منطقة اليورو. بالتالي يعني يعتبر الاقتصاد الألماني قاطرا لباقي الاقتصادات في منطقة اليورو إجمالا. النقطة هي أن الاقتصاد الأوروبي يستهدف مستويات التضخم والتحسن، ويجب أن نرى بوادر التحسن في التضخم بالمنطقة الأوروبية خلال هذا العام، ومن ثم سوف يكون هناك تخارج للسياسة النقدية والتيسيرية واتجاه نحو تجديد في السياسة النقدية من المركزي الأوروبي، وذلك يدعم ارتفاعات اليورو بلا شك. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك. والآن عودة لهند وما تبقى في تداول.